احد. آه تعال تعال. اح والله يسحبه مع التصريف، الله يرحمك مقدما راح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معكم عبد الله أو كرمبيت 203. مبارك عليكم الشهر الفضيل، والله يتقبل منكم صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم. معنا سلسلة جديدة اليوم وبإذن الله راح تكون مستمرة. طبعا اللعبة اليوم معنا إيفل ديد. أنا قبل فترة لعبت جيتي لي وجيتنا اقتراحات على العاب واجد، يعني في العاب ممتازة وفي العاب يعني مش ولا بد. أنا أخذت الممتازة، تقريبا عددت حول 7 العاب وحملتن، بس احترت ما ادري وش العب، ما ادري من ارضي من التعليقات، كل تعليق انا اكتب سجل بس ما ادري منو الاول منو اول من اقترح. المهم سويت بينهن قرعه وطلعت لعبه ايفل ديد، ولعبه ايفل ديد من الالعاب الاسطوريه، وهي على اساس انها لعبه رعب وهي هستره وضحك مع شوي رعب. واذا عندك حساسيه من الدم او التقطيع اسحب على المقطع، لان في دم وفي منشار وفي حركات. المهم يلا خلونا نبدا، يلا جيب الانترو. وقف، مو الانترو هذا، هي على اساس ان لعبه رعب. يلا الانترو الرعب. طبعا يا شباب هذه اللعبه صراحه من الالعاب الاسطوريه اللي على زمان على ايام بلاي ستيشن 2، صراحه من افضل العاب عندي للامانه، وما اعتقد اني ختمت النهايه، لكن باذن الله باذن الله اني اخذت. او شوف هذه بدايه رعب، شوف الرعب، عمرك شفت يد تركض مقطوعه؟ كرانكي بانتس جيمز. ايوه ها شو يتكلم؟ انا احسب بدايه كاتسين ولا شيء، ولا هي كاتسين اسمه ولا قصه. خلونا على العربي لا اجيب العيد. لا ما في اي قصه بالبدايه، على طول كذا ابدا، على طول كذا. يلا ستارت نيو جيم. ما ادري اختر، بس اختر ومش اختر عادي. لا في قصة بالبداية صح، في قصة. At least not until that night in the cabin. The night we found the book. Necronomicon Ex Mortis. The book of the dead. Inked in blood and bound in human flesh, the book holds the power to resurrect demons and summon the powers of darkness. Professor Raymond Nobe brought the Necronomicon to this quiet place years ago to study the book, to unlock its secrets. He was never seen again. When we read it, we awoke something in the woods. A dark, infectious evil as old as time. It got into my hand and it went bad, so I cut it off. It got to the others too, twisting them, changing them. They became something less than human. That's when they came for me. يلا هذه البداية. الحين بداية بعد القصة القصيرة، خلاص بدينا. احنا بكوخ طبعا، لعبة ايفل ديد معروفة اللي هي نفس الفيلم موت الشر او ما ادري والله اسمه كذا الظاهر. طبعا داير يضرب بالمنشار مربع شتقن، هذه معروفة هذه عندي اتذكر لحد الآن. ها مثلث التفنيش، يعني اذا صار عليه علامة خضراء تفنش على طول. في معلومات تتذكره، في هالشيء ما تتذكره صراحة. لا في هالشيء، في من هالشيء تتذكره اسطورية. إذا علقت على دائرة خربت عليه، إذا علقت على دائرة يعطي كذا ضربة ضربة بس ما مات. ليه؟ خذ أيوه هذا تتفنش. حلو فجر راسه على طول. انت هو معقولة؟ لا 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 توه الشيطان يعني خلاص خلى شغل من الموتى راح للتماثيل. ايوه التمثال يضحك واللمبة تضحك. يلا دوري انا اضحك معه معي. يلا ضحك معهم فعلا، خلاص اضحك مع العالم، امشي مع التيار. ايوه بعدين ارجع كسرهم واحد واحد، بما انك انت يا الغزال اول من ضحكت ار 1 يصوب بالشتقن، ها ار 2 يبدل على طول، وجه على طول. انت اول واحد خذ
الثاني وانت الثالث. خذ هذا بالمنشار. خذ ايش بقي؟ لا ما بقي شيء. اه جو 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 الزومبي او الون ايش يسوي؟ درت كذا تحمي نفسك. اه درت نفس الوقت ضربة قوية. اح والله ضربت انا هذا الكلب. ايوه فجر راسه على طول، فجر الجسم مو الراس. خل نفنش هذا اول. ايوه قص رجلين وفجر راس. هل صرت ورا الزومبي على طول يقص رجلين. ايوه وطع ركبته فجر راس. انت بما انك اول مره تو تسجيل خلص عليك بعدين نرجع لهذا نجرب الحركه. ودي اجرب مع الحركه بخافي. قم 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 قم. لا حسافه. يلا هالحين جانا الشيطان الله يستر. روح راح خلاص طلعني برا الكوخ والحمد لله ان في شجره ولا كم روح بي برا الخريطه. يلا قوه الشيطان الحين تسيطر علي. كل شيء تغير، الشدقن يتغير والمنشار يتغير تجي يصير اقوى. تعال تعال ماتت على طول حتى ما في تفنيش الظاهر. لا هنا في تفنيش بس على طول يعني يموتون يعني بسرعه. ما هو ما يحتاج تفنيش كذا. آه. طيب غرف هذا تك تك. شو حتى الشتقن تصير طرق. تعال دورك انت. غيرهم غيرهم انتهوا خلاص راحت القوة مني. زئير الانتصار هذا. حفظ لا 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 نحفظ هنا بطريقة ثانية. الحفظ لحظة شلون؟ اي بدون حفظ. لان الحفظ بالمحاكي افضل من انك تحط بالتخزينة نفسه. يلا الحين بالمصحة النفسية. اظن كذا تو بدت اللعبة صح. Six months and not a single visit. Oh yeah, my appeal must be coming along swell. Hey, you know what? Give me the bad news and blow. TV time starts in 5. Your whole story, the Necronomicon, your friends being possessed by evil, you being forced to butcher them. You were telling the truth. I thought you were crazy. Professor Nobi's diary? But how did you... Bribed a janitor to grab your files from Dr. Reinhardt's office this morning. Dr. Reinhardt's office? Why would my shrink have Nobi's diary? That doesn't make any sense. Nobi's diary, it was in the cabin right beside the Necronomicon. I have to get to the authorities before Reinhardt realizes this book is missing. Hey,
I just wanted to say, thanks for believing in me. Time's up, lady. Gotta go. You know, you know, I bet you'd be some kind of a knockout if you traded in the granny wear for thigh-high stockings and a bra that pushed up your yams. Yams? Oh, baby smooth, Ashinova. What are you up to? Can I touch your nightstick? Such craftsmanship, so diabolically beautiful! Necronomicon ex mortis, fate brought you to me, but it is destiny and my own brilliance that will allow us to reshape the world! It is time to release the power of the dead! Are you talking to me, Doc? Or is this another one of your crazy mad scientist rants? Even your sarcasm can't ruin my mood today. In fact, I should be thanking you. You proved that a living being could experience the power of this amazing book without succumbing to its evil. I'm just sorry that my experiments on you proved fatal. Hatun Hazan Suba Er Gretz Gat Nosferakos Matantos Kanda! Oh, something. Not right. You'll be styling. Ach, nein! Ain't this a kick in the pants? طبعا يا شباب المصايب كله بالقبو وانا الحين على اساس انه هي بيطلع بس يضطر انه يروح القبو لكن نبدا الحين وبدون اسلحه رجعت بدون اسلحه طبعا يدي مقطوعه من قبل وحاط منشار بداله اول بس شالوه مني بعد ما جابوه المصحه الحين الله نتوجه خاف سيطر الشيطان على المصحه تعال والله يسحبه مع التصريف الله يرحمك مقدما راح انا وش فيه ما في شيء كله دم Stop or you're going down. You're going down hard. Let's see if these freaks are still allergic to lead. الحين معيش تعال. تعال. Bow before your right. No,
لحظة بسوي بحركة أذكر كنت تسويها قبل، تعطيه بوكس كذا تعطيه بمسدس تخليه يطير بس بعدين ثلث فنش خلاص. حلو هنا اي هنا في دم بس انا دمي فل ما احتاج. طب بس يفتح الباب، اي يفتح الباب تمام. الحين توجه يضحك الباب. طيب لازم نفتح الحين هذه، ينكسر قزاز صح، كسر قزاز هذا الباب، هذا اللي يفتح الباب. حلو فتحنا المباراة الحين، بس اظن بعد عندي اشارة على الكاميرات. ندخل نشوف المنطقة. قام الحارس من اليوم، من اليوم حط راسه ونيم، هالحين توك تقوم علي. خد حلو خلصنا. اي صح، فيها بخاخ، فيها ابواب مفتوحة تجي عطو تقفل بوجهك. نروح الباب هذا. طبعا كعادة الافلام تدخل باب يقفل وراك كذا. هنا هنا في 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 وحوش. خد 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 خد. شلون نقص الهيلث عندي؟ فجر الجسم كامل مسدس عاد ما ادري شلون صراحة. خد خد هي ارقص ارقص طرب السماء. باقي واحدة مرضى، هذه مرضى تحولت قبل شوي بالقصة. حلو احسن شيء ان عندي دم. خد انا الدم. ايوه لا هو يجيني من نفسه صح، الدم يجيني من نفسه. يا روح من هنا، في هنا حفظ. هنا حفظ بس انا ما في حفظ بالطريقة هذه. هذا باب مفتوح ادري فخفخ بس عاد نروح عشان ما ينزل الهيلث. في دم واجد قدامي. وين نروح؟ ايه هي خبر اذكر ندخل مع الباب هذا بس ماني متاكد صراحه. اي لا مع الاسانسير صح، مع الاسانسير. ايوه هذا الشيطان. وطبعا هذه منطقه القبو. انحش اهرب بالعسكري او الامن. نصيحه اعمل نفسك ميت، لا تسوي الطريقه هذه. يفجر على طول. طبعا الشيطان يضغط على الدور الثاني او الدور الثالث. ايه الحين يسيطر على الاشياء، يسيطر على الاغراض اللي هنا، الكراسي وهذا كل شيء، كل شيء كل شيء راح يحاول يطير. حلو هنا. وين وين وين؟ جن جن جن. هنا باقي اشياء هنا الظاهر، ها؟ او هنا كله كله هنا. ايوه يلا اللي بعده. لا تعشق، لا تسوي ريلود سريع. يلا كل شيء كل شيء حولك، يمكن درايش احتمال، درايش احتمال، اي شيء طفايه حريق كل شيء راح يطير عندك ويفجرك. هنا في شيء زبايل. لا البيبان، البيبان. الزبايل بعد. سلمت. هنا الباب، الباب. والله هو نقص الدم كامل. انتهى انتهى تمام. طبعا الاسانسير مستحيل ادخل معه الحين، خلاص افتح لي ابواب. بس اذكر في اشياء اخذه من الحمامات. اي في دم برضو، في دم هنا. حلو بس ما كمل، يمكن دورة المياه الثانية في شيء. هنا في شيء، في اذكر اوراق او اشياء تجمعه. والله اسحبه مع السيفون، روح نسحب عليه السيفون عشان يروح كامل.
هل يمديني ولا بس هنا؟ لا يمديني هنا برضه. طيب نروح لدورة المياه الثانية لأن في دم الظاهر وفيها ورقة الظاهر على ما أعتقد أو شيء. هنا ما في شيء. أيوه هذه تتكلم عنه بس ما أدري إيش فائدتها لحد الآن. ما عرفت فائدتها أول ولا عرفت فائدتها الحين. حلو هنا دم. طيب الحين نروح من هنا. أح. طيب أنا بروح فوق. ليه أروح للشبك؟ سكر. طبعا أنا قربت على طول حركة توم وجيري. يجل ذاك لين خلق. نهرب بس فوق ونروح. هنا في دم بس أنا دمي فل. افتح الباب هنا. يا أمن. يا حارس. تعال وقف وقف أبي معك أبي معك. يا رش مبدم. هل الحين بيقوم بجنبي؟ What the hell? What the hell? Now I know you've already died once, so I'll try to make this one special. تعال بعده 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 سريع 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 سريع. تعال خذ خذ انت. خذ انتهوا. حلو الحين افتح لي باب بس. الى هنا بوقف يا شباب عاد باذن الله الحلقه الجايه عشان ما اطول عليكم الحلقه. ابوقف هنا وباذن الله الحلقه الجايه نكمل التختيم. لا تنسوا اللايك والاشتراك واعطوني رايكم باللعبه ويلا في امان الله.